ايه بتعملي ايه؟ عايزه اقعد قدام. ليه يا حبيبتي؟ ما انت طول الطريق قاعده ورا. ماليش دعوه، انا عايزه اقعد قدام عشان اشوف الطريق. يا حبيبتي ده انت اميره وهاني هي يقعدوا هنا. طب هما اتنين يقعدوا ورا، انا واحده اقعد قدام. كل ده جاي على الطريق؟ ازيك يا نادين؟ الحمد لله. يلا يا طنط بقى اركبي انت ونونو عشان ايه ما نتاخرش على الدكتور. اقعدي ورا انت وهاني يا حبيبتي عشان امن الاطفال. ماشي. ثواني لما اركب. طيب الولد عامل ايه دلوقتي؟ مولع نار. معلش ربع ساعة انا بقى في العيادة، اصل اضطريت اجيب نادين من الحضانة عشان هتكشف هي كمان. ليه خير؟ مالك يا نادين؟ مامي بتقول اني دايخة. مامي بتقول